مركب ديل كل حاجه واحده نفس الكلام. في الاس 7200 البي ال سي بيخرج من المصنع حته واحده على بعضيها، السي بي يو مع الجزء بتاع الريكتفاير مع موديول الانبوت مع موديول الاوتبوت كله حته واحده. فكلمه كونفجريشن في ال 200 كلمه كده يعني، لكن مالهاش اي معنى. يعني ما بقولوش، ما بعرفوش اقول له على فكره انت السي بي يو 214 ومعاك 14 انبوت و10 اوتبوت والانبوت كلهم ديجيتال ما فيهمش انالوج. لا، انا كل اللي بعمله بقول له ايه؟ بقول له السي بي يو دي نوعها 214 او نوعها 224، اقول له نوعها بس واسكت. طب ايه حكايه الكونفجريشن دي؟ في الاس 7 300 و400 كانك بالظبط بتجمع كيسه، كانك بتجمع جهاز. يعني فعلا بروح اشتري الباور سبلاي لوحده، واشتري السي بي يو لوحديها، واشتري موديول الانبوت الديجيتال لوحده، وموديول الاوتبوت الديجيتال لوحده، والانبوت الانالوج لوحده، والاوتبوت الانالوج لوحده، بشتري كل حاجه لوحديها. هو اما طلع من المصنع ما كانش عارف انه هيتوصل مع اللي انا اشتريته دوت، فساعتها لازم اعمل له حاجه اسمها ايه؟ كونفجريشن مخصوص. عشان كده في ال 200 كونفجريشن ما بنعملهاش. تاني في ال 200 ده جهاز بي ال سي طلع من المصنع، هو طالع كده اهو، هو طالع مش هينفع افكه، مفيش حاجه تتفك فيه، اخر افتح دي بس كده، لكن ادي الاوتبوت اهي، وادي الانبوت اهي، وادي السي بي يو على بعض الحته دي، ما بيتفكش، هو حته واحده. في ال 300 لا، 300 معلش لو ينفع نبص الناحيه دي كده على البي ال سي ده. ده جهاز 300 انا اللي مجمعه، يعني اشتريت باور سبلاي ده على فكره يتفك، السلام مربطينه جنب بعض يعني، ده باور سبلاي، ده سي بي يو، ده موديول انبوت، ده موديول اوتبوت. فهو لما طلع من المصنع ما كانش عارف ان انا هشتري ده مع ده مع ده مع ده، انا احتياجاتي كبرنامج خليتني اشتري ده. والرامات تركب بره هنا. طيب الميموري تركب هنا. طيب طبعا ما قعدش هنتكلم لسه بالتفصيل عن الميموري بالتفصيل. فالفكره ان انا جمعت ده، عشان كده دوت عشان يشتغل الموضوع في ال 200 سهل، هنا رخم شويه. هنا بالتفصيل لازم نعمل حاجه اسمها هاردوير كونفجريشن. اقول له اشتريت باور سبلاي نوعه مثلا 24 فولت 5 امبير، السيريال نمبر بتاعه 3071 اي اي 000 اي اي 0. لازم اعمله بالتفصيل في عنده، واقول له بعد كده ركبت السي بي يو نوعها 313 سي اس 7 300، السيريال بتاعها كام؟ 313 شرطه 1 اي دي 0 1 شرطه 0 اي بي 0، كل حاجه بالتفصيل. بعد كده جبت موديول انبوت عباره عن 24 سوري 32 انبوت، مواصفاتهم كذا، السيريال نمبر كذا، وهكذا. كل واحد لان انا جمعته، هو ما كانش عارف ان انا هجمع ده في ال 200 عشان كان حته واحده على بعضيها، ما بقولوش المعلومه دي. اخري اقول له بس انا اشتريت سي بي يو 214، يقول لي بس انا فهمت كل حاجه، لان هو عارف ان ال 214 بتخرج من المصنع بكام انبوت وكام اوتبوت، والانبوت فوق ولا تحت، والفولت بتاعها 24 ولا 22، عارف كل حاجه خلاص. لكن في ال 300 هو ما يعرفش انا كنت مشتري كام انبوت، ما يعرفش اذا كنت حطيت الانبوت الاول ولا الاوتبوت الاول، فلازم احددهم له بالتفصيل. دي الهاردوير كونفجريشن. عشان كده في ال 200 كلمه كونفجريشن اخرها بس اللي هي كوميونيكيشن، يعني اللي هي نوصل الكابل ونقول له السي بي يو نوعه كذا. تمام؟ واضحه النقطه دي؟ معلومه ثانيه بخصوص البي ال سيز، يعني في ال 200 مفيش حاجه اسمها كونفجريشن وحته واحده على بعضيها. ويوم ما بعوز باور سبلاي بشتري باور سبلاي خارجي واجيب اي ماركه. لو بصيتوا في المعمل هتلاقي باور سبلاي ماركه فيستو، هنا ماركه فوجي، هنا ماركه سيمنز، كلها ماركات مختلفه. هو كل اللي يهمه ان هو عايز ايه؟ كهرباء. حتى لو هتصنع باور سبلاي على ايديك شغال. في الاس 7300 قال لك في باور سبلاي بتاع الاس 7300 اللي احنا مركبين، عايز تستخدمه ماشي، مش عايز براحتك، هات برضه اي ماركه وخلاص. في الاس 7400 قال لك يا تجيب الباور سبلاي بتاع سيمنز يا مش هيشتغل. طب ايه هو عايز يكسب فلوس يعني ولا ايه؟ لا مش الفكره في كده. هي الفكرة إن في ال 200 عايز كهرباء بس، في ال 300 عايز كهرباء بس، عشان كده قال لك هات أي حاجة أنت عايزها. في ال S7 400 اللي هو الموديل الثالث من البي ال سي، قال لك الكوميونيكيشن ما بين الباور سبلاي والبي ال سي مش بس الكهرباء، ده في كمان إيه؟ كوميونيكيشن حاجة اسمها الباس موديول، داتا يعني معلومات. ليه؟ في ال S7 400 لو الفولت زاد سنة يقول له خد بالك الفولت زاد، لو الفولت قل خد بالك الفولت قل. في ال 200 وال 300 هو شغال لغاية ما جراله إيه؟ يتحرق عشان الفولت زاد، يا يفصل عشان خاطر الفولت قل. عشان كده في 400 عملوا حاجه اسمها ريدندنت سيستم. يعني ايه ريدندنت سيستم؟ يعني في اتنين سورس للكهرباء، واحد وقع يروح التاني عامل ايه؟ يدخل قبل ما البي ال سي يكون ايه؟ فصل. عشان كده اشترط نوع معين من الباور سبلاي في السيمنز اللي هو الاس 7400. في ال 200 وال 300 هو كل اللي عايزه كهرباء بس. تمام؟ مثلا قال لك الكونفجريشن الانبوت تحت والاوتبوت فوق، سيمنز شغاله كلها كده، الانبوت تحت والاوتبوت فوق، بس خد بالك من النقطه دي. لان في ماركات تانية مش شغاله كده خالص، في ماركات كلها الانبوت فوق والاوتبوت تحت، في ماركات شغاله من ده على ده،
فاي غلطه في التوصيل هتعمل ايه في جهاز البي ال سي؟ لانك معناه ان انت وصلت كهرباء على الاوتبوت يعني حرقت، ما فيهاش كلام. مكتوب عليه اه، مكتوب عليه اكيد طبعا، بس في تعود يعني، يعني قدام عينيا من اسبوع من حوالي شهر واحد حرق جهاز بي ال سي في المكان ده. الكورس هنا شرحنا ان الانبوت تحت والاوتبوت فوق عشان سيمنز، هو جابه ال جي وراح موصل الانبوت فوق، الانبوت تحت والاوتبوت فوق، احتير احتير. انا ما علينا، هو غلط، فانا بقول لك كمعلومه لحضرتك يعني، مكتوب عليه مكتوب عليه، فاهم؟